بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أعزائي طلبة الصف الثالث الثانوي، إن شاء الله نحل مع بعض الدرس الثاني من الوحدة الثالثة. نبدأ على طول عشان ما نضيعش وقت، نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. كلمات الدرس الثاني بديل بي، كلمات المذكورة المذكر: فيلاج، مستك، انسكت، بغوي، كالم، كونتغي، اير، فيرمير. كيستيون، ريبونز، ريزون، لوجيك، كوز، بوليسيون، اكسبليكاسيون، سورتي، كروازير، أومير، فنتر، سيركولاسيون. تروفير، أوبليير، فيرمي، رينتري، تيرميني، ريزبري، لسير، أبلي، ريبوزي، سوروبوزي، سيونيير، دورمير، سورتي، connaître, comprendre, voir, venir, ouvrir, apprendre. Ici, là, en cours, souvent, toujours, stress, fatigué. Être là, quelqu'un, quelque chose, chez lui, tout, c'est normal. Avoir Bordeaux, dehors, en pleine forme, parce que être en retard. صفحة اللي وراها السؤال بكلمة بركوا، الإجابة عليها بتكون بكلمة بارسكو أو كار، الاتنين دول معناهم لأن، وبيأتي بعدهم جملة كاملة. ممكن الإجابة تكون بكلمة بور، وبيجي وراها مصدر فعل. ده تلخيص للدرس كلته، ويجيب لك في الآخر سؤال توصيل نشوفه مع بعض. بركوا، لماذا التلاميذ كورون ويجرون؟ بارسكي إلسون تقول ريتارد، لأنهم متأخرين. أخذ رقم سي. لماذا هنفا نحن سوف نعمل لي كورس مشتريات؟ بارسكو مثلا لورانية، برسكولي في الجو، لأن التلاجة تكون فيد فاضية. أخذ الأولاني. بركوالي بيبي بلوري، لماذا البيبي يبكي؟ لأنه هو جعان. رقم أو. بركوالي لماذا أم بغر نلبس ديفيت مو شو ملابس ثقيلة؟ لأن الفيت غشو، جو بارد جد. أخذ رقم بي. يبقى فاضل لي كده رقم دي، تعال نقراه سوا. لماذا أنت سوف تنام؟ لأنني مرهق. سؤال كمان توصيل. بوركوا تيني في با، لماذا لا تذهب إلى المدينة معي؟ هقول له ناخده كده بالترتيب. بارسكو لأنه لا ينام جيدا. بارسكي لأنه لائم، يحب النظام. بارسكي جدوى تغمني لو ديفوار، لأنني سوف أنهي، يجب علي إنهاء الواجب. أخذ سي. لماذا المدرس لا يكون مسرور؟ بارسكو لأن تلاميذ يوصلون تجوه متأخرين، دائما متأخرين. أخذ رقم دي. لماذا أنت تريد لا تريد التورتة؟ هقول له بارسكو جيني إيه بافم، لأنني لست جوعان. أخذ رقم أف. بركوا لماذا إيل رانجي يرتب حجرته؟ لأنه هو بيحب النظام. رقم بي. بركوا لماذا هو يكون مرهق؟ لأنه هو لم ينام جيدا. رقم آ. فضل واحدة رقم أو أكتبها. لماذا هو ليس عنده زملاء في المدرسة؟ لأنه هو جديد. إعطاء سلبي، رد سلبي بالنفي طبعا، هستخدم الني والبا. يبقى ده هيجيب لي في الدرس ده تلخيص للنفي. يلا نشوف تلخيص النفي هنكتبه ازاي. انا عندي النفي عموما بحط الفيرب بين الني والبا،
النية دي ممكن تبقى إن أبسطرف وهنا الفعل. إذا جالك في الجملة آن أو إن أو دي أو دو أو دولا أو دي أو إلا أبسطرف تتحول إلى دي أو أو دي أبسطرف ما عدا فعل أتر. فيرب أفعال دول برضو هاخدهم دو والدولا والدو إلا بصرف والدي لا تتأثر بالنافي لا تتغير من وراها مكان أو شخص أو آلة موسيقية مع فعل جويه. يعني من الآخر لما يبقى معناهم من أو عن. حتى كمان أفعال التفضيل اللي هما أمي يحب أدوري يعشق ديتستي يكره بريفير يفضل. مالهم دول؟ تأخذ معرفة في النفي والإثبات. إيه تاني؟ عندك تعبير على بعض اسمه با دو تو معناها بالعربي إطلاقا أو على الإطلاق. ماله برضو؟ ها لا يتأثر بالنفي. آخر ملحوظة عندنا إذا جاء عدد يتم حذفه ونحذف دي او ونحذف الاس من الكلمة التي بعد العدد ونضف مكان العدد يدي او يدي ابوستروف ما عدا العمر لا نحذف العدد. ده النفي العادي. في نفي تاني؟ اه في نفي تاني. ايه هو النفي التاني اللي انت عايز تتكلم عليه؟ قال لك كلمة انكور معناها ما زال نفيها نيبلو لم يعد. كلمة ديجا سابقا نفيها نيبز انكور لا لم يزل. كلمة كلكا وكي شخص ما ومن نفيها بيرسون ني أو ني بيرسون لا أحد. الوحيدة في أدوات الاستفهام اللي تقدر تنفي أكتر من فعل. لسه الاستفهام مكمل معايا. كلك شو وكلمة كو اللي هي بتساوي كوا اللي هي بتساوي كاسك. التلاتة دول معناهم ماذا؟ ادي شيء ما ودي ماذا. التلاتة معناهم ماذا ومعاهم كسكي من لغير العاقل اخرها ايه معناها من لغير العاقل. كل دول نفيهم يا اما رياني يا اما نيريان لا شيء. اخر حاجة كلمة سوفو توجور بارفوا توتفوا كلك فوا كونت. كل دول ادي غالبا دائما والتلاتة دول معناهم احيانا وكوند معناها متى. كل دول نفيهم ني جامي لا ابدا. يلا نحل النفي. صفحة 303 بديل بأسئلة على النفي. ايه هي الاسئلة اللي عندنا؟ بيقول لك جيني في انا لا اذهب ابرا
دائما ده في الإثبات جميع. أبدا أنا لم أذهب أبدا إلى الأوبرا، أنا لم أذهب شيء، لم أذهب أحد أخذ كلمة جميع. النيابات بقى هو لا يسكن في باريس، أحيانا ده إثبات برسون أحد لا يسكن شيء، لم يعد يسكن يبقى أخذ لم يعد. إني هم باهم لا يذهبون إلى مكتب بالسيارة، ده تجور دائما إثبات، هم لا يذهبون أحد، هم لا يذهبون شيء، هم لا يذهبون أبدا إلى المكتب بالسيارة. تجور دائما قلناها ده إثبات. إني هو لا يوجد نقط في الفصل، بادي تو إطلاقا لا يوجد إطلاقا، لم يعد يوجد، لا يوجد أحد في الفصل، لا يوجد أبدا يبقى خدنا أحد. مون فرير أخي جويه يلعب، لا يلعب تنس، لا يلعب شيء، أدي إثبات دائما، أدي غالبا إثبات، لم يلعب أبدا تنس. نكمل النفي. نوني أفو فيم، نحن لم نعد جعانين. جميع أبدا، بلو لم نعد، أحد ما زال. هو لا يسمع هذه الأسطوانة، غالبا شيء، أبدا أبدا. كريلني صورت لا يخرج إلى آلا ميم إير في الساعات الأولى، لا يخرج أحد، ما زال دائما، لا يخرج أبدا، أخذ أبدا. نوني فولو، نحن لا نريد جاتو، أبدا جاتو، أحد شيء، لم نعد نريد جاتو، نحن لم نعد نريد جاتو. تنفع لم نعد أبدا جاتو؟ ماكسيم ني ايه 18 سنة، ليس عنده 18 سنة. ني بلو لم يعد عنده، تنفع. ليس عنده شيء، ليس عنده أحد، وهكذا. الني أشت هي لم تشتري لبن من السوق، شخص ما، شيء، أحد، هي لم تشتري أبدا لبنا من السوق. الني برن باهم لا يأخذون الطائرة، أدي ما زال إثبات شيء، هم لم يأخذون أبدا الطائرة. تيو يريد ده إثبات، جملة مثبتة، دي صودا، بس المفروض يعني كتبها مثلا نشوفه. بلو هو تيو يريد بلو دي صودا كثير من الصودا، أدي شيء، أدي ما زال، أدي برسون، يبقى يريد بلو دو كثير من الصودا، عشان كده خدنا دو بس، الباقي ما بيجيش وراه دو. دي جملة مثبتة. نوني فلوبا، نحن لا نريد، لم نعد نريد دائما شيء، نحن لا نريد شيء. جي ني ايبا ادير، ان ليس عندي شيء اقوله، يبقى ريان شيء، نحن لا نريد شيء، نحن لم نعد نريد، الاثنين دول ينفعوا، خلي بالك، يبقى كلمة بلو هنا تنفع، ما هيش غلط، المفروض الجملة توضح أكتر من كده. نحن لا نشاهد البرامج الرياضية أبدا، جميل. النيا دي مستيك، لا يوجد ناموس في الحجرة، تجور دائما، لا يوجد أبدا ناموس في الحجرة، والاتنين إثبات غالبا، وبرسون أحد. أنت لا تريد أن تعمل هذا، ليه هذه العطلة، أنت مش هتعمل إيه؟ تي ني في، أنت لن تعمل هذه العطلة أبدا، أحد، ما زال، أنت لن تفعل شيء هذه العطلة، أخذ الأخرانية. مي برانس، والدي ني بريني لا يأخذون دو كافي نوار، لم يشربوا شيء دائما أبدا، لم يشربوا أبدا قهوة سادة. تي كوني، أنت تعرف إسي هنا شخص ما، كلك باقي في النفي. تيني مانجو لسواغ، أنت لم تأكل شيء في المساء، أخذ ريال. النيفيبا هو لا يمارس شيء، بلو هو لم يعد يمارس تزلج. وزلي أنت ني اللي، أنت لن تذهب، لن تأخذ كونتر لوفر وات ضد البرد، أنت لم تأخذ شيء، يبقى أخذ ريال. سامي ايدل وحش في الفرنساوي وبرسكيل انه لا يذاكر، دجور دائما،
لم يعد يذاكر، ما زال أحد يبقى لم يعد يذاكر. جان نيرغارد، نيران جبال لا ترتب حجرتها أبدا. جامي. جينيفي أو سينما، أنا أذهب إلى السينما. جامي أبدا. أخت كنت على أولانية أقول لك أو ريسترون في المطعم دي لانفرستي، مطعم الجامعة في مارسيليا. كارول بيقول ألور إذا فو فو زابلي كومو، ما اسمك؟ قالت له أنا اسمي لوسي. وحضرتك؟ قال لها كارول جي فيان دو لا كمان، أنا جاي من الريف. قالت له إذا دي موا كول لي كيسك فو زامي لا لا فيل، لماذا تحب في المدينة؟ قال لها أنا لا أحب كثيرا المدينة، جي بريفير أفضل الطبيعة. جي إيم لا بون كوزين، أحب الطبيخ الجيد. إلى بيل ميزون، والمنازل الجميلة القديمة. فلوسي قالت له أنا أحب السفر. لوسيال للسماء، السماء الشمس. لامير البحر والشاطئ. جادو أنا أعشق لجراند فيل، المدن الكبيرة. وفي العطلة مو أنا جي أدو أنا أعشق الذهاب إلى السينما. ستادير أيناسبك؟ لا في الحقيقة لا، أنا لا أحب إطلاقا، أنا لو أحب كثيرا، أحبهاش كتير. أنا أفضل الأنشطة السبورتيف الرياضية. جي سوي باسيون دو سكي، أنا مغرم أو شغوف بالتزلج. ياه جي إيرور دي لا نياج، أنا بترعب من الثلج. كارول ولوسي يتكلمون عن الفاكانس، عن الأنشطة اليدوية، عن الميول، عن الميول. كارول يسكن في الجبل، في المدينة، في الريف، هو جاي من الريف. كارول اللي بيعشق، أدور على كارول، بيهوى التزلج. لوسي تحب لبلاج الشاطئ. الهواية بتاعت لوسي إنها لا كمان الريف، السلك، أنشطة رياضية، لو سينما، السينما. لوسي بتحب السينما. لوسي بتخاف من نينياج السلك. كيسك فو فيت، ماذا تفعلون لو ديمانش متان الأحد الصبح؟ مارتين قالت جي فيت أبوغ، أنا أعمل أولا لا مارشيل مشي إن سويت، بعد ذلك جي جويه ألعب كرة قدم أو تنس مع الزملاء. بعد الظهر جي مير وزير أرتاح. بير قال جي في لي كورس، أعمل مشتريات. إي ما فيم، وزوجتي تجهز لزم فول أطفال. أن فاسون فو، نذهب غالبا على كومباني للريف. جي في لي ميناج، أعمل الأعمال المنزلية. أبغي بعد كده جي مي ليف، أستحم. جي مي أبلي، وألبس. إن سويت، بعد ذلك أسمع موسيقى وأقرأ أو أتواصل على مع أصدقاء مع صديقاتي. صوفيا قالت مو أنا تولس ومدي كل سبت صور مساء جي في وسينما أو جي سو، أخرج مع صديقاتي. اجي رنتري واعود متاخر على ميزون المنزل. الور اذا يوم الحد جي دور، انا انام حتى الظهيرة. ده صوفيا. لويس قالت ما فيم، زوجتي وانا نو برنو، نحن ناخذ لو بتي دي جيني الفطار حوالي الساعه 9. ابري بعد كده اون فا مارشي، نذهب الى السوق في الظهيرة ونتغدى مع اطفالنا في مطعم دي انامي، مطعم بتاع صديق. سيجون هذه الشباب يتكلمون عن الأنشطة. بندون لفاكونس، أثناء الأجازة. بار بور إن جور، ليوم واحد. بندون لسومين، أثناء الأسبوع. بندون لأتي، بيتكلموا عن الأجازة في يوم واحد اللي هو يوم الأحد. طبعا هي مش فاكونس، هي ويك إند. مارتين تحب، تعال ندور على مارتين. أن تمارس، بتحب أن تمارس المشي وكرة القدم أو التنس. لكورس المشتريات، الطبيخ، المشي، باخد المشي. بيذهب إلى السينما في المساء يوم السبت. ده صوفيا تقريبا، هي تخرج مع زميلها إلى السينما، باخد صوفيا. لو ديمانش الأحد، بير الولد الثاني، بيعمل مشتريات، وزوجته تجهز الأطفال يذهبوا للريف. بيمارس رياضة مع الزملاء، يذهب إلى السينما، يبقى في المنزل. بارت على كمباني، يرحل إلى الريف. لو ديمانش الأحد في الظهيرة، لويس يأخذ الفطار، تعال ندور على لويس. الحد في الظهيرة، نحن نتغدى مع أولادنا في مطعم.
ياخذ الفطار يتغدى في مطعم يبقى ياخذ يتغدى في مطعم. لباسو هواية سيليني تكون أدور على سيليني، بتعمل أعمال منزلية، أستحم وبعد ذلك أسمع الموسيقى وأقرأ أو أتواصل مع أصدقائي. يبقى لا كتير القراءة. كريستوف أبيت يسكن في سنتر فيل في وسط المدينة، هو يحب جدا سيكا طيار هذا الحي، لكن اليابكو يوجد كثير من الضوضاء، دي بروي والتلوث بلسيوم اللي سوفون هو غالبا تريفة تجي مرهق جدا من دون فاكونس أثناء الأجازة. اللي سوفون بزوان دو بروفيتير هو يحتاج إلى الاستفادة بالطبيعة. طولان كل السنوات اللي هو يؤجر منزل دان ام بتيت فيلاش في قرية صغيرة، إنها تريكال مهادئة جدا، لكن هو يعشق هذا. ده إيه؟ ده كل السنين. طول متان كل صباح الفاشر شير يبحث عن لبن في تازك دان ام فيغم في مزرعة توبغي قريبة من القرية. السي بلدي هو يبدل أو يمشي دال لافوريت، يبقى كده على العجلة. تو بغي قريبة جدا من منزله، ده الغابة. الأسواق في المساء الشوكوشيه هو ينام تو مبكرا، عندما إيرن تري يعود عنده أبريل فاكونس بعد الأجازة، إلسي سونت فريمير وزير هو يكون حقيقة مرتاح. شريف يسكن في مزرعة، نشوف يسكن في وسط المدينة، يبقى أون فيل. شريف يكون سوفون غالبا مرهق أكوزدو بسبب هو قال يوجد كثير من الضوضاء والتلوث، يبقى بروي. شريف يؤجر نقط على ميزون في المنزل، هو يؤجر إم ميزون منزل في الريف على كمباني في الريف. شريف سكمتان كل صباح، يبقى في الريف. شريف يأكل بيض، يشتري زبدة، يشرب لبن أو بيبحث عن اللبن الطازج. شريف يحب سيبه من التنزه في الغابة، هو قال في الغابة، يبدل في الغابة القريبة من البيت. بنضون لفاكونس أثناء الأجازة، شريف سيكوشي ينام تو مبكرا. أثناء الأجازة السيكوشي هو ينام مبكرا قال انتري، عندما هو يعود. القطعة اللي جاية لزانيمو الحيوانات دي كوموني في الريف، بيقول لك جور دوي اليوم في فرنسا بليدي أكثر من واحد فرنسي على دو من اتنين عنده حيوان دي كوموني حيوانات الريف. 52% سي ام وان كو او ايطاليوني، انها اقل من الولايات المتحدة 63%، لكن امبو اعلى قليلا من انجلترا. الفرنسيين اون سيرتو يعني عندهم سيرتو خاصة كلاب وقطط. اليا يوجد اون فرانس في فرنسا انفيرو حوالي 10 مليون شاة قط و9 مليون شيان كلب. الشيان الكلاب والقطط دوافي افوار يجب الحصول على ان باسبور جواز سفر بور فواجير للسفر، ده اللو بايه في البلاد الاتحاد الاوروبي. سي باسبور، هذا الباسبور يجب أن يكون فيه معمول بار أم فيترنير طبيب بيطري. العطاس تكو لزاليمول هو يختبر أو يفحص الحيوان إبيان فاكونسي ويطعمه. لفرنسي الفرنسيين دي بنسيم فكونا مليارات الدولارات اليوروات بور فير ميناج مانجي لكي يجيبوا أكل وعلاج لير أنيمو حيواناته. سيدي كامو، هذه الوثيقة تعطي معلومات على لافي، الحياة في المدينة في الريف، الحيوانات بتاعت الريف، الحياة في المدينة، البياد الأوروبية بالحيوانات بتاعت الريف. الريفي دوافي يجب أن الحصول على جواز سفر بور فواجي لكي يسافروا، الكلاب فقط، الكلاب والقطط طول زلمو كل الحيوانات. بلودو أكثر من 60%، 60%، أنت عندهم حيوان في الريف 60% بالأمريكان في الولايات المتحدة، يبقى ليز أمريكان.
الفرنسيين نقط نيومبا ليس عندهم كلاب، عندهم كلاب أكتر من القطط. هم عندهم 10 مليون، وصلنا الرقم حوالي 10 مليون قط و9 مليون كلب، يبقى عندهم قليل من الكلاب عن القطط. أخد رقم ب. لو باسبور جواز السفر بتاع الكلب يجب أن يعمل بواسطة فيترنير طبيب إيه بيطري؟ الجملة اللي جاية، نرجعوا للجملة دي تاني بعد إذنكم. هو بيقول لي الكلاب والقطط يجب الحصول على جواز سفر للبلاد الأوروبية يفحص الحيوان ويختبر، يبقى هاخد هنا غصب عني الكلاب والقطط. رقم سي، كل الحيوانات لا، هو ما قالهاش، قال في القطع الكلاب والقطط. نرجع تاني، الفرنسيين دبنسين في سوق ينفقون مليارات اليوروهات، مليارات الدولارات او اليوروهات بور الحصول على جواز سفر السباحة، تعليم السباحة للحيوانات، شراء مزرعة، تغذية الحيوانات. اخد رقم. ويك اند عطلة، صوفيا بتقول العطلة الماضية جسويزا اللي ذهبت على باتنواغ إلى ميدان التزلج مع دون فونت طفلي. التنسيون انتبه، يوجد كثير من الناس في العطلة. فرانسوا قال جسويزا اللي أنا ذهبت أو بارك دي أتراكسيون إلى حديقة الملاهي، يبقى دي الأولانية ذهبت ميدان التزلج والتانية ذهبت إلى حديقة الملاهي. لمونتاني الجبال الروسية اللي هي قطار الموت، سونج جينيال تكون رائعة، أنسي إيه بيان أميوزين نحن تسلينا جيدا، أفيك تولو كوبين مع كل الزملاء. ساندي ونيش وزي إحنا اخترنا الذهاب أو موزين المتحف، أفيك ميك بيرونتس مع الوالدين. نوزافو ديكوفرتين إحنا اكتشفنا لا استوار قصة، ديفو مارسيليا اكتشاف قصة أو تاريخ مارسيليا القديمة. يبقى راحوا المتحف ماشي. هوجو بيقول نحن ذهبنا إلى حديقة الحيوان، ميكوزن عيل عمي وأنا بور موا بالنسبة لي أنسي إني يقنق قليلا بيتخانق منها. لو كان العطلة المادية ساندي إيه اللي ذهبت سيال بمفردها إلى المتحف، هي قالت مع والدي، يبقى الأولى غلط. صوفيا كومباني اصطحبت أطفالها إلى حمام السباحة، تعال ندور صوفيا، راحت بدون التزلج، يبقى التانية غلط. ثلاثة في العطلة، صوفيا ايه دي كوفرتي اكتشفت تاريخ مارسيليا، ده صوفيا تاريخ مارسيليا لا، يبقى التالتة غلط. لويك اند العطلة يوجد كثير من الناس في ميدان التزلج فيري صح. فرانسوا ابصي قضى ان موفيز ويك اند عطلة، ذهبنا لحديقة الملاهي نحن تسلينا جيدا مع الاطفال، يبقى دي فوق. هوجو قضى الويك اند العطلة مع عيال عمه، تعال ندور على هوجو مع عيال العم، يبقى خدناها فري. نرى المواقف، فوتر كومين زميلك فو ديماند يطلب منك فوتر لوي مكانك المفضل في الأجازة، ماذا أنت تقول؟ عمي عنده مزرعة، أنا أحب كثير الأجازات إنها رائعة، أنا أعمل تزلج في الأجازة، أنا أقضيها في المزرعة، يبقى عايز مكان الأجازة أقضيها في المزرعة الأخرانية. يقول لك فوتر دوموند أنت تطلب من زميلتك، لماذا هي تذهب إلى الريف؟ ماذا هي تقول؟ لا هناك أجي طوف أجد الهواء المنعش. أخذ رقم فودوموند تطلب من زميلك ماذا يفعل في العطلة؟ هو هيقول لك العطلة المصريين يقضوها في الحدائق، أنا أبقى في المنزل مع الكمبيوتر، هي دي بيعمل كده في العطلة. فوتر فرير اخوك فو ديماند يطلب منك بوكوا، لماذا فو فيرم لا فينيتر تغلق النافذة، ماذا انت تقول؟ هتقول انا اضع مكتبي تحت النافذة، انا اشاهدني هو يشاهدني خلال النافذة، لانها يوجد حشرات في الخارج او ناموس اخدها. فوتر فرير ابوك فو ديماند يطلب منك لماذا انت تكون نيل سيء في السلة، انت هتقول له هذا طبيعي هو لم يعد يتسلل. ما
بقول لك فوتر كوبين زميلك فودماند يطلب منك اي نشاط فو سافي فير تعرف تعمله في الجبل، انت هتقول له سكيت تزلج وتصوير لنياج الثلج الابيض. فودمون تطلب من زميلك بركوال لماذا هو لا يحب الذهاب إلى الريف، هو هيقول لك لأن أنا بخاف من الحيوانات. فوتغامي زميلك فودمون يطلب منك سي فو زافي إذا كنت بتعرف تعمل إكسرسيون لمات، تعرف تعمل إكسرسيس دي مات تمارين الرياضيات، ماذا أنت تقول؟ لا أنا لا أفهم فيها شيء. التانية لا أنا لا أستطيع، أنا عندي ألم في القدم، دي مادة الرياضيات. السون تغيف في سيل لا إنها سهلة جدا. طيب سي بلا جي إم ليكو دي ما تحب حصة الرياضيات، أنت تعرف تعمل تمارين الرياضيات؟ أنت قلت له لا أنا لا أفهم شيء. وزدت أنت تكون دام فوتر شامبر في حجرتك وأخوك مع أخوك لكنه بردان، ماذا هو هيقول؟ انت هتقول له اغلق النافذة من فضلك، متي سي لام ضع هذه اللمبة بعد الايه الفينتر النافذة، جي سوي افيك مون فرير انا اخويا مع اخويا، انها حجرة اخي باخد الاولانية، اغلق النافذة من فضلك. فوديمون انت تطلب من فوت غامي من زميلك سكيل في ماذا يفعل في الريف، ماذا انت تقول؟ كيف يكون الطريق للريف؟ متى تذهب إلى الريف؟ ماذا تفعل في الريف أختها؟ فوديموند عند تطلب من فوتر فرير أخوك لماذا لو شئت القط نيفو الير لا يريد الذهاب إلى الماء، ماذا هو هيقول لك؟ لأنه لا يعرف السباحة. رقم ب فوت غمي زميلك ني مونج بالا يأكل شوكولاتة، الفود انه هو اعطاك اكسبليكاسيون شرح، ماذا هو هيقول؟ هيقول جي سوي الرجيم انا اكون في رجيم بور مجري لكي انحف. فود مان ان تطلب من فود غامي من زميلك اكلير في اي ساعة لوموزيل متحف يغلق سيبو او لا ابوابه، ماذا هو هيقول لك؟ سوف نذهب الساعة 7، الساعة 17 جاست بالضبط. يبقى انت بتسأله في اي ساعة المتحف بيغلق ابوابه، هو هيرد عليك ويقول لك الساعة 7. فوتغامي زميلك فوديموند يطلب منك برقوالي ماذا انت مضغوط، ماذا انت تقول؟ انا عندي مباراة تريز امبورتانت مهمة جدا، هو عنده امتحان رياضيات، هي سوف تحضر، انا سوف اشاهد المباراة في الاستاد، باخد الاولانية. فوتغامي زميلك فوديموند يطلب منك لاكوز سبب غيابك، ماذا انت تقول؟ بارسكي لانه مريض، لانني عندي الم في القدم، اخد الايه التانية. فوتغامي زميلك فوديموند يطلب منك بركوالي ماذا انت لم تخرج، انت هتقول بارسكو لانها تمطر في الخارج، اخد الاولانية. فوتغامي زميلك فوديموند يطلب منك بركوالي ماذا أنت تبتسم، ماذا أنت تقول؟ لأنني سيء في الرياضيات، لأنني وجدت بلوفرك رائع، بارسكو لأنني لي دورنير الأخير في الفصل، لأنني عندي ألم في البطن، عندي ألم في البطن لا دي سوري يعني ابتسم، لأنني الأخير في الفصل، لأنني أجد بلوفرك رائع تنفع، لأنني سيء في الرياضيات لا. فوتغامي زميلك فو فري قدم لك عصير لكن أنت لا تريد منه، ماذا أنت تقول؟ هتقول له لا شكرا أنا أفضل شرب شاي الأولى. فوديك غفي أنت تصف لا كمبان الريف، ماذا أنت تقول؟ هتقول يوجد كثير من المحال التجارية، أنا أحب الطبيعة في الريف، يوجد حقول ومزارع، يبقى وصف الريف هتقول له يوجد حقول ومزارع. لوغاسون الأولاد فوديموند يطلبوا منك ماذا فو برغني تأخذ كحلوى، ماذا أنت تقول؟
احضر لي بيتزا وقف قماش بالجبنة، شاي وسكر من فضلك، انا اريد ترابيزة لشخصين، انا اريد تورتاية بالفراولة اخد الاخرانية. وموتيف فوتو كوبين أعلير على كامباني، ماذا أنت تقول؟ أنت تحث زميلك على الذهاب إلى الريف، ماذا أنت تقول؟ في الريف لا يوجد سينما، في الريف أنت تستطيع أن تمارس دراجات، إليه تغيل وأنها بعيد عن المدينة. أنفا أعلير أبي، سنذهب إلى الأقدام نأخذ التانية. وديمان أن تطلب من فوت غامي من زميلك بوركوالي، ماذا إني أبليبا لا يناديك أو لا يتصل بيك؟ ماذا هو يقول؟ بارسيكول أنني لا أعرف أن ألعب، بارسيكول أنه صنع أنيفرسير عيد ميلاده، لأنني لم يعد عندي رقمه، ما عادش عندي رقمك. أنا سوف أشتري محمول جديد. لأ مش قصة. زميلك فوديماند يطلب منك لنطير طبيعة عمل الفلاح، ماذا أنت تقول؟ أدور كولتيفيل وشام بيزرع الحقل. وتغمي زميلك فوديماند يطلب منك ماذا تفعل بندون تون ويك اند روبر أثناء تون بليبر وقت فراغك، ماذا أنت تقول؟ أنا أتصل بزملائي، الوقت يمر بسرعة أثناء الحفلة، زملائي يشاهدون، الطقس جميل، يبقى انا اتصل بزملائي، ده اللي بعمله في اثناء وقت الفراغ. ثانوية عامة دور تاني 2020. بطرمي زميلك يطلب منك لماذا انت تكون مضغوط؟ ماذا انت تقول؟ لانني عندي امتحان الرياضيات الاولى. بقول لك فوديمان تطلب من زميلك بركوالي ماذا هو يحب الذهاب الى الريف، هو هيقول لك مرسكو لأن الطبيعة تكون جميلة. زميلك فوديماند يطلب منك ماذا تفعل في الريف؟ ماذا أنت تقول؟ أقول له أنا أعطي أكل للحيوانات، أخذ التالت. وتغمي زميلك فوديماند يطلب منك كيف تقضي لوزير أوقات الفراغ؟ ماذا أنت تقول؟ أنا ألعب سلة، أفضل حصة الرياضيات، أعشق الشوكولاتة، أنا أحب الكلام بالفرنسية بالأولاني، بلعب سلة. وري كنت راكونت، أنت تحكي ماذا فعلت بندو أثناء الأجازة، ماذا أنت تقول؟ أنا أذهب إلى العمل كل يوم، أمارس رياضي بأثناء الأجازة، أنا أمارس رياضة. نظلون يني الله نقط او تياتر، نحن لم نذهب ابدا الى، يبقى اخد كلمة الى المسرح، جميع ابدا. اللي بصيلة فاكانسي لم تقضي الاجازة في المزرعة، هي لا تقضي الاجازة في المزرعة، اخد بقى عادية، تنين من فهوش بالمعنى. ماتيلدا لا ترتب صنع الموار دولابها ابدا. لا يوجد نقط ناموس في الحجرة، يبقى لم يعد يوجد ناموس في الحجرة، اخد بلو. النيفيرم هي لا تغلق الباب بتاع حجرتها ابدا، جامي. بيير ترافاي يعمل اوليسي في مدرسة سان مارك، ادي نفي ادي نفي، ما زال يعمل في مدرسة سان مارك، دي اثبات والباقي نفي. تيو لم يذهب الى الريف ابدا، اخذ جامي. لا يوجد نقط في الخارج، لا يوجد بيرسون احد في الخارج. تريد أنت تساعد على ميزون في المنزل، قال له أنا لا أفعل شيء. مارتين إينوفو جديد في المدرسة، هو لا يعرف أحد في فصله، يبقى خد برسون. أنت لا تذهب إلى السينما أبدا، أنت لم تذهب أبدا إلى السينما، أخذ جامي. لماذا مارتين ني صوت لا يخرج مع عليا؟ دائما احد شيء لم يعد يخرج معالي. ليو اي ابسون غائب، سبسوتي يغيب، دولا اكل لا يغيب ابدا عن المدرسة او من المدرسة، باخد كلمة جامي. كوبرينيفو ماذا تأخذ؟ قال له انا لا اخذ شيء، اخذ ريان. هذا البائع عنده دي بوم بنان موز، يبقى ما زال عنده دي اثبات والباقي نفي. من يكون في الفصل؟ قال له لا أحد في الفصل، بيرسون.
عشان كي احنا خدناها في التلخيص اللي كتبناه. أنت تمارس التسلق كل شو شيء ما أدي نفي، أنت ما زلت تمارس التسلق دي إثبات أخذها الأخيرة نفي. إني إيه هي لم يعد عندها ألم في البطن أخذ كلمة بلو. إني ظا ألاكم ألم تن إلى الجبل هي لم تذهب أبدا إلى الجبل أخذ كلمة جميل. تيكم بانت كل شو أنت تفهم شيء ما قال له أنا لم أفهم شيء يبقى أخذ كلمة ريان. أنا لو أحب لي بواسون السمك المملح أخذ باضيته إطلاقا. الباقي ما ينفعش بالمعنى. أنسي بغلي شنوا إحنا بنعرف من يعرف يتكلم صيني قال له ما حدش بيعرف يتكلم صيني أخذ برسون. لمونتان الجبل سئين لأنه سيء لا يوجد نقط نعمله لا يوجد شيء نعمله أخذ ريان. في مجازين هذا المحل يكون فيرمي ما زال مغلق اخذ كلمة انكور ما زال اثبات والباقي نفي. النيا لا يوجد شيء في المزرعة لا يوجد احد في المزرعة. ماركني امبا لا يحب ان يأكل في المطعم. لا يحب غالبا لا يحب نفي عادي هي النفي العادي لا يحب ان يأكل في المطعم. النوم عهن هيا هو الناس اخد الاخراني. التو انت تلعب على الجيتار. فير انت بتعرف تلعب. سوي دي يمارس. اترو افوار خدتهم في جنب كده واكتب عليهم لا يأتي بعدهم مصدر فعل. الاتنين ده مت اترو افوار مفيش قدامي غير انت بتعرف تلعب الاخراني. الجو معاها نهاية بس جايب لك بحرف متحرك. طب ما اقول لك متحرك. ام بليت تذكرة دخول يبقى انا عندي يبقى جي ار. التو معاها نهاية واس اخد التالتة. الجو او يبقى ايه ما تنفعش. انا استطيع مساعدتك اخد بو التانية استطيع. ودي انا اتي عايز اوراها دو. ودي برند انا اخذ مساعدتك ما تنفعش. الياء يوجد اخذ حرف الا بس. كلين وكلاو دول الجمع يعني تاخذ نهايه ونتي الاخراني. توت ما فمي كل الاسره مي دي كادو قدموا هدايا تعشقني هدايا قدموا لي هدايا كل الاسره مفرد اخذ التانية يقدم او يعرض. تي نقعد كل شو في العطله انت تتكلم انت تفعل انت تمشي انت تنادي بانت تفعل. تجور دائما منامي صديقي اون ريتارد متاخر يكون اتر اون ريتارد. جبرين دنا اخذ ميك غيون اقلامي ايمون كارني وكرنيه جو انا وصلت العب اغني ارسم. انا ارسم عشان في كريون. الجمله اللي جايه بيكو دي ادو كثير من الشباب بوغ مع أمبو قليل من النقود الجيب. يكتشفون لكي يكتشفوا بكودي زادو كثير من الشباب يعملون لكي جاجني يحصلوا على ويكسبوا رانجي يرتبوا يعرفوا يباخد يكسب قليل من مصروف الجيب. سيلين وبيير فان يكونوا معجبين بالموضة أخد صوم يكون. لشامبغ دي ميكو شي حجرة النوم تكون بيان الحجرات جمع مؤنث اكتب عليها. اخذ رانجي التانية. هو اشترى انا ابارتمو شقة مذكر مبدوء بحرف متحرك اخذ كلمة نوفيل. جيني اوفريبا انا لا افتح الباب. جيني اي بالوكولي برسكو لان انا ليس عندي مفتاح اخذ التالتة. بيجي وراها جملة كاملة. ودي مصدر ودي بركوالي ماذا ودي لكن. ودي معناها لان طبعا. على فغم في المزرعة أنا أجمع الفراولة جمع أخد دي. هو يذهب إلى صالة الألعاب لكي يلعب سلة أخد بور بجوار الفعل في المصدر معناها لكي. مامير أمي بتعمل مشتريات جمع أخد دي. فوزلي أنت تذهب إلى المزرعة المزرعة مؤنث أخد ألا. ستين مستك إنها ناموسة ناموسة مذكر أخد آن الأولاني.
صوفيا أكون بنية تصطحب أطفالها. صوفيا بتساوي الضمير إل والأطفال جمع أخت سيد تانية. النيفا هو لن يشتري بوردمان غدا، هو لن يشتري شيء، مش هيشتري حاجة. بولكوا لماذا ريتشارد نيج ويلا يلعب تنس؟ انكور ما زال أبدا شيء، أحد لا يلعب أبدا تنس. جيم بصير أحب قضاء الأجازة في الريف، الريف مؤنث أخد ألا. جيو جرزين أنظم حفلة تنكرية، شيموا عندي. إني أبو دوفاش، هي لم تعد خائفة أو هي لا تخاف أبدا من الأبقار، باخد جامي أبدا. اللي فون ديز بور لومتان، هم لا يمارسون، باخد لم يعد يمارسون، أخد التانية. كل إير في أي ساعة، أخد كل التانية. تيم الليغ، أنت تحب الذهاب إلى الريف، من متى تحب الذهاب إلى الريف؟ تي فيرمي لا فينيتر، تغلق النافذة. لماذا؟ يبقى لماذا تغلق النافذة؟ بوركوا من نالو ماتش، أثناء المباراة. وني فوا، لم نرى أحد في الشارع، يبقى بيرسون. بوركوا لماذا أنت لا تريد أن تشاهد هذا الفيلم؟ قال لك إنه يخنو، دي جملة كاملة، يبقى أخد بارسكو. الفيرم لا فينيتر، هي تغلق النافذة، يوجد ناموس في الخارج، باخد كلمة بارسكو برضو لأنه يوجد ناموس في الخارج. جينيفي أباري، أنا لم أذهب إلى باريس أبدا، أخد جمعي. أنت الفو معانا يا أوزاد، يبقى أنت تريد قهوة، أخد التانية. نحن خائفين، أفوار مع النو، بتاخد أفو. أختي لا كوزين الطبيخ، أختي بتساوي الضمير اللي بفي لا كوزين تطبخ. فوزيت فاتيجي، أنت تكون أبدا دنافي، بلو دنافي، إنكور ما زال، أنت ما زلت مرهق، أخذ التالتة. لوليبان الأرنب مونج يأكل، ما من ماذا الأرنب يأكل، أخذ التالتة. الأخيرة دي توضح في وسط ونهاية السؤال. لكان البطة تسبح، البطة تسبح، هتبقى عين. مرة شهريا أسرتك تذهب إلى المزرعة، كم من المرات شهريا؟ يكون الريف، هقول له كيف يكون الريف، أخذ التالت. صوفيا تلعب دائما مع مرتين، مع مرتين. لماذا صوفيا تلعب دائما مع مرتين، أخذ الأولانية. نها ضائم ضيي، ترسل أنكادو، ترسل هدية. من ماذا إلى من ترسل صوفيا الكدي؟ صابيل اسمه سوندونير، يبقى كومون صابيل، ما اسم آخر رواية. يكون تون نوفيل أدريس، عنوانك الجديد، أخد كل بتاعت المؤنث. ما يكون عنوانك الجديد. اللي مو عناصر، أنت تحب أن تصور، يبقى أي عناصر، عناصر جمع مذكر، أخد التالتة. تيتغوف لاسكلاد، تجد التسلق، هقول له كيف تجد التسلق، اخذ التانية. تيفي على كمباني، تعمل في الريف، يبقى ماذا الاخرانية، ماذا تفعل في الريف. تينيفا با اولوسي، لم تذهب الى المدرسة، هقول له بوركوا لماذا لم تذهب الى المدرسة. دانسو مجازين، في هذا المحل انت تريد شراء ماذا التي تأتي في وسط ونهاية السؤال. أسئلة الامتحانات الثانوية العامة ودليل التقويم، نشوف. أنت تريد حلوى، قال له أنا لم أعد جعان، أخد كلمة لم أعد، نيبلو. الطبيب إيه فينو أتى، قال له لا ما فيش حد أتى، يبقى بيرسون، لا أحد. جيني إيه با، أنا ليس عندي دم منسك حقيبتي، أنا ليس عندي شيء في حقيبتي، أخد ريان. النيري جارد، هي لا تشاهد ابدا التلفزيون، اخذ جومي. الجمله اللي جايه، تيفالا بيبليوتيك، تذهب الى المكتبه، اخذ كلمه بوركوا. فوجويه، تعزف على العود او الكمان، مذكر، اخذ دو الاولاني. جيني بوانا، لا اشرب قهوه ابدا، ما فيش غيرها. ف
Fermez vous la porte, طالك أنت الباب. حقول له بوركوا لماذا تغلق الباب. Mon ami invite لم تدعو أحد إلى عيد ميلاده. أخذ برسون. نحن لم نذهب إلى إيطاليا أبدا. أخذ جمي. وتنفع نحن لم نعد نذهب إلى إيطاليا. بس ني بلو ني سوم بلو ني سوم جمي بهي جمي الأحسن. تي سوس تي جو أنت تخرج دائما مع أختك. قال له أنا لا أخرج مع أختي أبدا. توجور مع جمي. تي تليفونات تتصل بشخص ما. قال له أنا لا أتصل بأحد. يبقى برسوم. ست فيا هذه البنت ني فواياج لا تسافر أبدا بمفردها. أخذ جمي. اسك الباغ لاكل كان. هل هو يتكلم الى شخص ما؟ قال لك لا هو لا يتكلم الى احد. اخذ برسوم. تي ان كورس اوف انت ما زلت عطشان. قال له انا شربت زجاجه ماء. يبقى كلمه ان كور في الاثبات ما زال. شخص ما اي انتري دخل. قال له لا احد لم احد يدخل. يبقى اخذ لا احد. برسوني. لماذا انت لم تخرج؟ قال له انا اكون مرهق. جملة كاملة. أخذ برسكو الأخرانية. تي أبوغ دي لك زمان أنت خايف من الامتحان. حقول له بوكوا لماذا أنت خايف من الامتحان؟ أخذ الأخرانية. نوني صم قال لي نحن لم نذهب إلى إيطاليا أبدا. أخذ كلمة جمي. تي فا بروندر أنت سوف تأخذ شيء وما. قال له أنا لن أخذ شيء. يبقى أخذ كلمة ريان. وزافي دي كل شو انت سوف تقول كشيء ما. قال له انا لن اقول شيء. باخذ كلمه ريان. النيفو باغلير هو لا يريد الكلام الى بيرسون احد. من يكون في هذه الحجره؟ قال له لا احد يكون هناك. يبقى بيرسون. علي ديتست يكره الاعمال المنزليه. هو لا يفعل سريره او لا يرتب سريره ابدا. جميل. تي في انت عملت تمارين رياضيات؟ قال له انا لا افهم شيء. يبقى خد ريان. كسكي ماذا حدث؟ قال له لا شيء حدث. يبقى خد كلمة ريان. عشان كسكي ما اللي غير العقل احنا كتبناها الاجابة عليها بتكون بكلمة ريان. اوعى تنخدع وتاخد برسون. بيقول لك مون بتيف انفو طفل الصغير ني في لا يعمل اكسرسيز تمارينه. لم يعد يعمل تمارينه. أخذ الأخرانية. في تي دي شوبينج بتعمل تسوق؟ قال له أنا لا أخرج مع أحد. يبقى مع من تعمل تسوق؟ أنا لا أخرج مع أحد. الأخرانية. أليكس ديبو يكون أجرونوم مزارع وعنده 35 سنة يسكن في الريف في بتيت فيغنو مزرعة صغيرة. أليكس آت غافاي يعمل منذ سبع سنوات في إنوزن مصنع دي ألمنتاسيون غذاء في مدينة ليون. النسويت بعد ذلك هو اشترى بتتفهم مزرعة صغيرة. اليوم في هذه المزرعة أليكس يربي فش بار كباش دجاج وبط. هو يبيع منتجاتها لحوم بيض منتجات ألبان ديركتمو مباشرة أو جرون مجازين إلى المحلات الكبيرة. أليكس مونج يأكل ديزل موسان أكل صحي. هو يعيش في أنكليميت مناخ هادئ وبور نقي. إيجا جنيه يشرح أو يكسب كثير من النقود. أليكس تروف يجد أن ساجو سعادته تكون على كمبان في الريف. أليكس آديجا سابقا كان بيعمل في محل في مصنع غذاء. أليكس عنده كم سنة؟ 35 ترونسنك. لو زين المصنع بتاع الغذاء حيث أليكس كان بيشتغل يكون في هوال مصنع صغير للغذاء في مدينة ليون. يبقى في فرنسا. أليكس على فغم في المزرعة فابريك دي بواسون يصنع مشروبات يزرع خضروات يعالج الحيوانات يربي حيوانات. يبقى يربي حيوانات.
أليكس يبيع منتجاته أو فيلاجير إلى القرويين في السوبر ماركت، إلى الجيران، إلى المزارعين، يبقى في المحلات الكبيرة اللي هي السوبر مارشي. أليكس عن اشترى مصنع للغذاء بتدفئة من مزرعة صغيرة، هو اشترى بتدفئة من مزرعة صغيرة فعلا. جون بيقول الور اذا لو ويك اند العطلة كوم دي ابتد كما اعتدت كورس تسوق في السوبر ماركت، تنس في النادي، تلفزيون. وانت؟ قال له انا جي بصيل ويك اند انا اقدر اطلع في المزرعة عند مي جرام برانتس عند جدي في المزرعة. قال لا لا اورور، يلا الفزع ويلا الرعب والقرف. قال له بادي تو اطلاقا اون مونت اشفيل بركب حصان بستحم في النهر، اعطي اكل الارانب وجمع فراولة. قال له سي ايت غيجر اوريجينال انه رائع جدا، جيبوه استطيع الذهاب معك العطلة القادمة. قال له بالتأكيد اون فاو سي، نحن سوف نمارس ايضا ركوب دراجات في العطلة القادمة. تيو سوف يعمل في تي تي ركوب دراجات. تيو بصيت جور يقضي دائما عطلته، تيو بيقضي دائما عطلته في السوبر ماركت والتنس في النادي والتلفزيون، في الريف، في المدينة، في المدينة. جو يحب الأنشطة بتاعت المزرعة، هو جون فعلا في المزرعة يحب أنشطة المزرعة. جون يذهب إلى المزرعة شاك جور كل يوم، مرة في السنة، مرة في الشهر، كل أسبوع. الويك إند في العطلة يبقى كل أسبوع. على فيرم في المزرعة جوم بيمارس التنس، يمارس تسلق، يمارس الكتاسيون فروسية، ناخده بتاعت الفروسية. أنت عندهم فيرم مزرعة، هو عندك جدين ليجرون برونس، الجدين بتوع جوم. فوديمان أن تطلب من زميلك لماذا هو يريد أن ينام، ماذا هو يقول؟ أنت بتطلب من زميلك ليه هو عايز ينام، هو هيقول لك أنا أريد أن أرتب سريري، أنا أنام متأخر كل ليلة، أحتاج للراحة، أخذ أحتاج للراحة. فوديمان أن تطلب من زميلك بركوال لماذا هو يفتح لم يفتح الباب، ماذا هو يقول؟ لا شص الكرسي يكون قريب من الباب، الباب بتاع حجرتي يكون مفتوح، عقبة الظهر خلف الباب، أنا ليس عندي مفتاح. وديمان أن تطلب من بطل كوبين من زميلك لماذا هو لا يريد الخروج، هقول له بارسكيل لأنه، ماذا هو يقول؟ بارسكيل لأن الجو لطيف، لأن هو يمارس رياضة، لأنني عندي ألم في الأقدام، هو مش عايز يطلع عشان عنده ألم في الأقدام. زميلك فوديماند يطلب منك بركوال لماذا أنت تغلق النافذة، أنت هتقول يوجد رياح قوية، أخذ الأولانية. بترمي زميلك فوديماند يطلب منك بركوال لماذا أنت لا تريد أن تأكل، ماذا أنت تقول؟ بارسكول أنني سوف أشتري مقادير للعشاء للغداء، لأنني أجهز عشاء لأصدقائي، أنا أريد آيس كريم لأنني لم أعد جعان، أخذ الأخرانية. وديمان تطلب من زميلك سيكيل ايه ماذا يحب في الريف، هو هيقول في الريف لا يوجد ضوضاء. تطلب من زميلك لماذا، ماذا هو لا يحب في الريف، هو اخر واحدة، انا احب ان امارس عجل في الريف الاخراني او في الحكومة. فوتريفرير اخوك نيفو بارا يريد الخروج في العطلة، أن تطلب منه تفسير أو شرح، ماذا أنت تقول؟ هيقول لك بارسكو لأن لماذا أنت لا تريد قضاء أو المرور علي هذه العطلة مع من أنت سوف تقضيها، لماذا أنت تبقى في المنزل؟ يبقى لا يريد الخروج، هقول له لماذا تبقى في المنزل. وكسبريمي أنت تعبر عن بطرس سويت أمنيتك لقضاء كلك جو بعض الأيام في الريف، ماذا أنت تقول؟ جيفيان دو بصير أنا توا بصير كلك جور قضاء بعض الأيام في الريف، سي إيه الريف إنه حلمي آخد التاني. شوف القواعد،
أنت لم تأكل شيء، يبقى هقول له لماذا؟ لا يوجد، ده نفي. في حالة النفي بحط يا إما يا إما، يا دي أو يا دي أبصرف أخد دي أو. نوني جوي بعض اللغو، لا تلعب أبدا في الشارع، باخد جميع. أنت لا تريد جاتو، قال له أنا لم أعد جعان، يبقى مش عايز. لأنه اللي هو الخروف جوي يلعب قريب من الفم من حقل العنب، حقل العنب مؤنث، أخد دولار. قلنا بور خايف من الحيوانات، خايف بتيجي مع فيرب افوار، اخد الاولاني. انو بندر دي زنمو، نرسم حيوانات. انو معاها نلعب نعطي نعمل نعرف، الاخرانية بنعرف نرسم حيوانات. سي جوي هذا اللاعب يكون او باسكت في السلة، اللاعب مذكر، اخد الاولانية. سي اللي بتاعت الجامعة تجور لافيون، هم يأخذون دائما الطائرة، أخذ الأولاني. تي آه ان كور سوف، أنت ما زلت عطشان، خلي بالك ده نفي، شيء ما شخص ما، أنت ما زلت عطشان، أخذ الأخرني. جيبغين ده أنا أخذ من فلو عجلتي، إيوا جاسك أبدل، يبقى بلا دي أبدل جاسك حتى وسط المدينة. اللي بعضك وبينه ليس عندي زملاء في المدرسة، هي ليس عندها زملاء في المدرسة، لأن هي تكون نوفيل جديدة التالتة. لابيل النحلة تنتج دمية العسل طول جو كل الأيام. امتحان خاص بالأزهر. بصيف فاكانس أجازتك ديريف حلم مارتينيك ابارتمو شقة لوكس فاخرة او شقة فاخرة من 280 الى 750 يورو بار سيز ويل 6 ليالي مونتان جبل ريف بورد لامير شاطئ بحر. لوك ليمال مناخ يكون تريزا جريابل ممتع جدا دو نوفمبر على فان دي ابريل ونهاية ابريل. البرامج دي فوتغ جورني، يومك في الصباح فوفي، تمارس رياضة، عجل، مركب شراعي، دي لا بلونجي وغطس. بعد الظهر أنت تزور المتحف بتاع أرك مودرن، الفن الحديث، وحديقة الحيوان، وجاردان دي بلانتس، وحديقة النباتات. في المساء تتعشى في دي روسترون، واحد من المطاعم الفرنسية الإيطالية الهندية. فوزافيل شوا، أنت عندك الاختيار. ونير بوزيبا دي بصير، نرتاح في قضاء اجازه جميله في مالتيك دي دان ام موزي، في متحف دان ام ابارتمو، في شقه هو تمن ابارتمو، يبقى في ابارتمو شو الا مونتير مارتين. لو كلايمت المناخ يكون جميل جدا في نوفمبر وابريل، طول الني 6 موا، طوا موا دي لاني نوفمبر حتى نهاية ابريل، يبقى نوفمبر ديسمبر يناير فبراير مارس ابريل، يبقى 6 شهور، يبقى 6 موا من الى، من نوفمبر الى ابريل 6 شهور. لا ماتينيك ايه تكون اوبور دي لك على شاطئ بحيرة، هي على شاطئ البحر. سيلون حسب البرنامج أمبو، نستطيع أن نمارس كثير من الأنشطة من الرياضات لما تم في الصباح. في العشاء المطاعم بربير تجهز سيال بلا طبق واحد، أطباق متنوعة، أطباق متنوعة. لمارتينيك لسجور إقامة 6 أيام تمنها، نشوف من 280 إلى 750، من 280 إلى 750 دولار، من 280 إلى 750 يورو، يبقى الأولاني. فيزيت لا إيجيبت، تزور مصر. مصر تكون أمباي أفريقي، بلد أفريقي، سيمو نامو آثارها التاريخية ريبريزنت، تمثل 30% من الآثار بتاعت العالم. في الجيزة بوبوفي تستطيع زيارة الهرم، الأهرامات، وشراء دي سوفونير، هدايا تذكارية،
فير دي سفاري وتعمل سفاري. ده الليفيل في المدن دي لاميرو مش مدن البحر الأحمر. نحن سوف نحجز ناتورال طبيعيا رأس محمد وسانت كاترين، ومو نستطيع أيضا براتيك أن نمارس لابلونجي الغطس. سي فوزالي، لو أنك ذهبت نحو الجنوب فو بوفي فيزيتير، تستطيع أن تزور أسوان وبوردو نيل على شاطئ النيل. هذه المدينة تكون كالمة هادئة إبروبرية ونظيفة. سي زابيتون، سكانها يكونوا تري أكولينت مستقبلين أو مضيافين. فو بوفي تستطيع زيارة لي ميزون نوبي المنازل النوبية، إي أدمغير، وتعجب بالحياة في النيل، حياة النيل أو منظر النيل. تزور إذا مصر وتكتشف صون استوار تاريخها. سيدي كامو، هذه الوثيقة تكون إيميل، طبعا غلط. في مصر ألموات فيها نصف آثار العالم، طبعا غلط، أكثر من 30% بس. أمبو، نستطيع أن نمارس لابولونجي الغطس في البحر الأحمر، طبعا صح. طيب ليزابيتور، السكان بتوع أسوان يكونوا لطفاء، طبعا صح. المنازل النوبية تكون دان واحدة، دان ان فيل في المدن بتاعة البحر الأحمر، غلط. في الجيزة نستطيع أن نمارس سفاري في الجيزة، تنفع سفاري، صح. نشوفوا القوة المواقف. زميلك تي دوماند يطلب منك الأنشطة اللي أنت بتعملها، تحب أن تعملها في الريف، أنت هتقول له أدور أجمع فراولة. تومبير، أبوك تي دوماند يطلب منك لماذا زميلك يكون سيء في السلة، أنت هتقول له هذا طبيعي لأن هو لا يتدرب أبدا. زميلك تي دوماند يطلب منك النشاط اللي بتعرف تعمله في الشاطئ، أنت هتقول له أمارس السباحة. تونامي، زميلك تي دوماند يطلب منك إذا أنت بتعرف تعمل تمارين، أنت هتقول له لا أنا لا أفهم شيء، لا أنا لا أستطيع، أنا لا أستطيع أن أقابل أحد، لا لم يعد يوجد منه، يبقى خد الأولاني. ويقول لك تون كاميرات، زميلك تي انفيتي أدعوك للعشاء، أنت تقبل، أنت تقول، هتقول له موافق، انتظرني حوالي الساعة 9. تنمي، زميلك تي دوماند يطلب منك أين تذهب أو أين ستشاهد المباراة، أنت هتقول له أنا سوف أشاهدها في الإستاد، أخذ الأولانية. أنت تطلب من زميلك أين سيكوزين عيال عمه يعيشون، هو هيقول في أمبتيت فيلاج في قرية صغيرة. توباغل، أنت تتكلم عن مشروعاتك بور لويك إند العطلة، أنت هتقول في العطلة إنها يوم الجمعة، أنا أذهب إلى حديقة الملاهي أخدها. تيتيم فورمي، أنت تسأل على أدرس عنوان تونامي زميلك، أنت هتقول أين أنت تسكن؟ توباغل، أنت تتكلم عن عناصر الطبيعة التي أنت تحبها، أنت هتقول أنا أعشق الجبال والبحار أخدها. تيديكري، أنت تصف تي بيغانتس والديك، أنت هتقول أنا عندي والدين تغيكور رائعين جدا، أخذ الأولاني. سي مستك، إنها ناموسة، ناموسة مذكر، أخذ آن الأولاني. المانج، هي تاكل كثير من اللحوم، اللحوم بكو بيجي وراها دي أو، أو دي أبوصرف، أخذ دي أو. النيفا، هي لا تذهب الى مونتان الى الجبل جميع ابدا. لوسي والكسيا سون يكوني، لوسي دي بنت والكس ده ولد، يكونوا سيئين جمع مذكر الاخراني. تي كومبريند كلكشو، انت تفهم شيء ما، قال له انا لا افهم شيء، اخذ الاخراني. الفو، معها نهايه الاولانيه او زد. انا اساعدك، انا استطيع مساعدتك، باخذ بول اولاني. تو لا كلاس، كل فصل ان اوف كادو، قدموا الفصل مفرد بيساوي الضمير اللي يبقى اوفر الاولانيه، قدموا هديه.
كيف تي جرام برانتس قديك كيف يكون الأولاني؟ ليشيفيل الحصان إنه ماذا؟ أمر إلى الله، مع أنه ينفع عاقل. لبغب المعيز قام أخذ فيفون أخرني. حنسيب الموضوعات كلها الامتحانات ناخدها بالتفصيل. الحمد لله رب العالمين، أنجزت معاكم الدرس الثاني من الوحدة الثالثة. فاضل لي بالظبط 4 فيديوهات في الكتاب ده وأكون مخلص منهج سنة ثالثة كله إن شاء الله. متستعجلوش علينا، واحدة واحدة، احنا لسه ما وصلناش لنص السنة، وإن شاء الله يكون منهج خالص بإذنك يا رب. أشوفكم بخير يا رب إذا كان في العمر بقية، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.